34 دقيقة نحكيه على رياض الأطفال الخاصة. 5132 روضة مجموعة منهم اجتمعوا باش يناقشوا ظروف العمل كراس الشروط، وعندهم مجموعة من المطالب يحب يدخلوا في مفاوضات مع سلطة الإشراف. احنا حكينا على النقائص حنان بربيع وانت كنت تنقل هذا الخبر، وحكينا على كراس الشروط. فما زاد نقطة أخرى اللي هي الاختلافات بين الجهات، تفاوت كبير بين الجهات في مسألة روضات الأطفال ومحاضر الأطفال والمحاضر المدرسية. كل جهة لها خصوصيتها. عن جهات في تونس حسب النسيج الاجتماعي مازالوا يحطوا صغارهم عند الأقارب، نعم، وإلا عند الجيران، أو حتى فيما يسمى بالنشاط الموازي، فتلقى الروضة ما عندهاش العدد الكافي من الأطفال، ولكنها يلزمها تراعي أيضا الجانب الاجتماعي وما تعملش معلوم كبير باش تنجم هي تستقطب الأطفال. في حين أنه جهات أخرى كما في المدن الكبرى في تونس ينجم الصغير يوصل 150 دينار و120 دينار وأكثر، وهي تقولك أنا ما نجم نخدم كان ب40 و50 دينار، وهذا يحدث تفاوت كبير ما بين الجهات غير مراعاة في القانون في كراس الشروط الجديد، ويطالبوا بتداركها. باش نسمعوا هاجر متيبع رئيسة المجمع المهني في صفاقس لرياض الأطفال كونكت. احنا في صفاقس عندنا ما يقارب 450 روضة أطفال خاصة. رياض هذوما فريمون قطاع على قدر أهميته في بناء شخصية الطفل وفي بناء رجل ومرأة المستقبل، لأنه في المرحلة هذه كما نعرف الناس الكل من 0 إلى 6 سنين هي بناء شخصية الإنسان بنسبة 85 إلى 90%. المؤسسات هذه الحاضنة للطفل سواء كان في الكريش ولا بعد خاصة في الثلاثة 6 سنين عندها دور كبير برشا في بناء مجتمع والنسيج متاعه. المؤسسات هذه لازم تعنى بكثير من الاهتمام والمتابعة، ولازم نهوض بها ومساعدتها ودعمها، محافظة على المؤسسات اللي عندها أقدمية والتشجيع الانتصاب جديد، لكن في إطار مقنن وإطار فيه مستقبل للجيل متاعنا. أنا عندي توا 20 سنة خبرة في الميدان، من أول نهار دخلت فيه لقيت صعوبات التشريعات والقانون المنظم للقطاع سواء كان في كرة شروط أو القانون. تحس الناس اللي يحطوا في القوانين فما نقص في الإحساس بخصوصية القطاع. لازم كي نحط قانون يبدأ يطبق من آخر نقطة في الجنوب إلى آخر نقطة في الشمال. رياض الأطفال معناها في تونس الخاصة ماهيش الروضة اللي في وسط صفاقس، ماهيش في أحواز صفاقس، ماهيش اللي في الروضة في الزرت، ماهيش الروضة اللي في بيجة، وماهيش خصوصية الروضة اللي في تطاوي. في كل النواحي سواء كان الفضاء سواء كان في القدرة الشرائية للمواطنين، هذه تعمل فارق. روضة في تطاوين ما تجمش تعمل بري أكثر من 40 دينار، خاطر المواطنين هيك شجمو يدفعوا، لكن 40 دينار تلقى هي مشكلة في تقول لك أنا ما يحب حد يخدم معايا، خاطر أنا كي باش نخدم مع عباد لازمني سينسيس، لازمني ترسيم، لازمني قباضة، لازمني بيلون، لازمني خلاصات، لازمني كرا، ما تخلص حد شيء. يولي الوضعية متاع القطاع هشة، ويمكن يتلز باشا ناس يمشيوا للقطاع الموازي ويفضل يبعد على القطاع المنظم. هذا علاش القوانين لازمها تكون تراعي خصوصية الجهات، هكاك نحط طفولتنا في أمان وفي مأمن، نخدموا رياض الأطفال والطفل التونسي في الجهات الكل في تونس كاملة دون التمييز. احنا كرة شروط نحسوها ساعات تتحط على جهة معينة، على العاصمة، على قياس العاصمة، وساعات العاصمة في جهة خاصة جدا. لازم تتبدل العقلية هذه. كرة الشروط خرجت من مارس 2023 وتويك تعدى عام ويش، والتشكيات كانت كبيرة برشا اللي وصلت في كونكت، صعوبات في تطبيقها سواء كان الإطار المختص اللي احنا ندينا به كمجمع مهني، وندينا انه الناس اللي تكون تباشر رياضة أطفالنا في تونس اللي لازم تكون مختصة ويكون عندها مينيموم تكوين، تكوين يخص الطفولة وفي مجالات مختلفة. اللي مرعنا كي خرجت قانون انه يمنع في اجال محددة عامين فقط، بعدها هي بعد العامين مجموش ننتدبو كان ناس مختصة، هذه حاجة بيها برشا. اما الواقع شو يقول؟ مالوغوزمون العامين هذوما ما يكفيوش، لانه سوق الشغل ما فماش الناس المختصة هذيا. اغلب الناس اللي تقرا تمشي تحل هي تنتصب مشروعها الخاص، والا تلقاها تستنى في بوستها في الوزارة في الوظيفة العمومية. خرجت لك وحدة غوتخيت، صار لها اكسيدون وانقطعت عن العمل لظروف ما، حتى وفاة، تغيب لك وحدة تو ما تنجمش تلقى في سوق الشغل، تمشي لبيرو التشغيل ما تلقاش، يقول لك ما عندي ما نعملك، ما عنديش ليست نوميناتيف العباد طالبين البوست هذيا، تمشي المندوبيه تقول لهم عاونوني، ويقول لك عندك اجال تفوتها، شنو يصير؟ هو اللي مخالف، مش مخالف، غلق الروضه. هذه قوانين
تسمى متعسفة جدا. احنا لازمنا نعاودوا ننظروا في القوانين هذه من بينها وإعادة صياغتها بالنظر إلى خصوصية القطع. ممكن هوني الفترة كانت قصيرة برشا عامين اللي هي تمتش دراسة واقعية وصحيحة للدومين ككل والواقع اللي فيه. حاجة أخرى مثلا بين الفصول، عندنا فصل في الكراس شروط يمنع الروضات من القيام بالحفلات خلال السنة واللي هي سنسنا بها في رياض الأطفال في آخر السنة. شنو يصير؟ يصير تتويج حفل اختتام السنة. هنا يقول لك لا ما تثقلش كيه الولي بمعلوم، فما حد شيء راهو بليش فلوس. وإحنا معناها برمي الأنشطة راهي شو التناقض اللي فما برمي الأنشطة اللي طالبك بها الوزارة، الاحتفال بالأعياد والمناسبات الدينية والوطنية وتنظيم الخرجات البيداغوجية، هذا الكل راهو بتكلفة. التكلفة هذه نقول لك ثقلها في الترسيم. أنت تجي للولي في أول عام تقول له شوف الترسيم اللي تعمل فيه التأمين وتعمل فيه الأدوات وتعمل فيه الميدعة وتعمل فيه الحفلات ولا الخرجات متاع العام كامل عطيه لي في أول السنة. لهذا مهوش واقعي. فما الكاميرا، فما الكاميرا برمي الفصول اللي هي فريمون تهدد طفولتنا في تونس الحق. معناها أنا منجمش نفهم فصل يقول لك منع الكاميرا تنحيهم من قاعات التنشيط وتحطوهم كان في الكلوار وفي الاستقبال وفي الحديقة، وذلك لماذا؟ لاحترام خصوصية الطفل. سامحني، هو نشاط متاعنا داخلي أو خارجي داخل القاعة يتسمى نشاط داخلي، ونشاط خارجي خارج القاعة في الحديقة. هنا نحترم خصوصية وهنا نحترم خصوصية. الكاميرا في قاعة النشاط ممنوع علينا ننصبوها، لازمها تتنحى. طفل يصير له أكسيدون في وسط القاعة، تجي تبرر انت روحك كمديرة، يجي من الولي يتهمك يقول لك لا تقصير من المنشطة. احنا وصلت لنا قديش من كارة وهذه. نرجع بالكاميرا، المنشطة حاضرة لكل قضاء وقدر سبحان الله. شنو اللي الحاجة تمنعنا؟ يجي مش كبير راه ويجي كذا، لكن الكاميرا هي اللي تمنع في برشا مواقف. السرقة داخل الروضة، تحميل الأنيسة، تحميل الطفل، عليه الكاميرا فيها حتى جانب ومسس من خصوصية الطفل. بالعكس هي حماية كبرى للطفل. نشوفوا الفصل هذية ما عنده حتى منفعة، ساعات تحط فصول الضر مش تنفع. احنا مع تطبيق القوانين بالعكس نعرفوا ومقتنعين ومؤمنين القوانين تنظم قطاعنا ونقدموا به، لكن ما تحطليش قوانين تعجزني وتهددني بالغلق. القضية